الوضع ذاي والله وليدي في دويرتي، لا نخرج لا نمشي، ما نعرفش كيفاش ولدي خرج كيما تعرف الاولاد ودخل مرض هو صح وني وباي وبغينا لا متنا طول حل لنا وجينا لهنا هاني اليوم تقريبا 20 يوم وليدي وما يعرفش وهارب مني ما يرميت علي روحي. تصور سيدي رمضان ولدي حل في الطاوله وحده ما يرميت روحي وباي ورمي روحي تعرف الكلب هذا كان يستعدين هو هارب منه هو مسكر على روحه بيد ما يرميت روحي نقد مله نمدله نقول له كول خاطر تسكرت عليه شيء طول ما ياكلش يا سيف كول يا سيف هذاك علاش طول جبت ولدي انا ان شاء الله عيدهم مبروك من الوزير للي فاتشاوش قدام البيت ان شاء الله عيدهم مبروك الكل وربي يهديه لا اسمها رحمه وهي رحمه والوجه البشوش والضحكه والكلمه الباهيه اما الطب وليدي مريت باش نتنفس ما نجمتش وليدي تعب شوي التواليت ينظف لبيتيتني الساعة نحن والله أولادنا هم اللي ينظفونا يجيبوا الجفيل ودي والحل اللي لازم من هنا من ديارنا ينظفوا والأخرين اللي مش ينظفوا غاد يهزوه يكدسوه في التواليت بكوارت وبصرشياته ني مرا عزوز ما نجمش نصوروا ولا راني صورتوكم والله نظافة نظافة وليد عمي هذا كوش طاردين من ربي الحقيقة مشيت عديت ثلاث أيام في الميدان مش عاجبني خطر الدروج نتاع حشاك التواليت تطلع تسد عليك نفس لهني هوا برد حال لهني يعني وليت نجم معاك نمشي ونجي ونخفي حشاك التواليت ثم معاملية فم فريم لهني غادي كده ما فهميش بالرسمي راه في الميدان معناتها تلقى ساعات تعبتين كيف تعيط له ما يجيكش لهني عقب الليل تعيط الفرم اللي يجي عندي خمس ايام ناخذ الاكسجين ما عرفش كيفاش جاتني كورونا غير ما فهمتش ما عرفش كيفاش جات بالرغم اني نلبس في البافيات البر ونروح نغسل يدي بالماء والجافيل والماء والصابون وخفت خفت فات ننصح كل واحد يلبس بافيته يستعمل الجيل نتاعو ننصح كل واحد يلبس بافيته هي الحماية الوحيدة اللي هو والغيره زاد حبيت اليوم نهار الاثنين اليوم عيد حبيت الواحد كان في داره بحدا صغيراته وراه تو راه فرحان ما لا غالب العلاج لازم العلاج العلاج الواحد باش يغبر باش ينحي الكوفيد مرض هذا يا خويا الناس كل كانت مستهزئه به حد ما هو قاري له حساب الناس كل نخزروا له مرض بسيط وصافا حتى وان كان نشوف في نسبه الموت ونقرا في نشوف في التلفزه ما تحس بيه كان وقت اللي ترى انسان عزيز عليك مرض راك تشوف انسان قدامك ما تلقالوش سورس نتاع اكسجين ما تلقاش اللي باش يجيب اكسجين بالرسمي في بلادنا تو ناقصين برشا اكسجين نحنا كنا في سبيطار حفوص من بعد حولنا القروان حكم انه الكونتيتي نتاع الاكسجين اللي ياخذ فيها مش نفس الكونتيتي اللي كان ياخذ فيها في معنا في سبيطار حفوص هي نفس الكونتيتي كانت لهنا والحمد لله معنا شويه شويه فما تحسن اما نبقوا برشا فما برشا حاجات ناقصه ولازم العباد ترد بالها حكم بصراحه معناها حاجه راه ما تشوفهاش مش سهله مش سهله بالكل زاد ما عندناش برشا فروشات نتاع انعاش في قروان ولايه كبيره كيما قروان عندنا كان خمسه فروشات وتوا حاليا باش نعملوا في اربعه فروشات مازالوا باش يعملوا اربعه فروشات معناها قروان كامله ولايه كبيره طولها بعرضها عندنا كان تسعة فروشات خمسة موجودين وأربعة مازالوا ماهمش موجودين لقح واستحفظ على روحك وبافيتك واللي عنده إنسان مريض في الدار كبير خاصة الإنسان الكبير استحفظ على أبوك استحفظ على أمك استحفظ على أخوك استحفظ على روحك زاد استحفظ على الناس اللي تحبهم الكل راهو بالرسمي راهو المرض هذا راهو ماهوش لعبة راهو المرض ماهوش لعبة راه نشوف في حالات عباد قاعدة تدخل ما تلقاش حتى كيفاش ربي يهز نتاعو علاش نكذب عليه فما حاجات شفناها ربي يهز نتاعو علاش كنا مستهزئين الناس كل بالتلقيح انا واحد من الناس كنت كونتر انا كنت كونتر خويا بعد اللي شفته مع شو اسمه لازم اخويا ما فيش توا اول ما باش يبرى ان شاء الله بقدرة ربي نقيد حتى وان كان مرض ترى ولازمك باش تقيد خاطر تقيد باش يعطوك الجرعه الثانيه ما لقحتش هذيك علاش الناس كل خفنا والناس كل ما نعرفوش وما زلنا وتخوفنا وكل شيء وكاو وانا نكذب عليك انا كنت مستحفظ على روحي لو ماكس على جيل الولد القهوة لي نمشي قليل معناها حاجات بسيطة باش نسقاو كي نخرج عاملهم الكل
خاطر الوالد عنده شوية دم، عنده السكر، عنده جلطة، معنى عرفت تستحفظ بالكل. ومن بعد هي وجاء المرض، المرض موجود يعيش ولا في الهواء موجود. الحمد لله على كل حال وكاو، الحمد لله إن شاء الله نتجاوزوها وكاو. قال لي معيد الدارح أشغال اليوم صبحت في السبيطار تحفوز وبعد جابوني لهنا. الله أعلم بحيلي، الله أعلم بيني شو هذه السبب. خرجوني من هنا، كنت لاقي 20 يوم من هنا. خرجوني قالوا تكري ماكينة، كريت ماكينة 250 ولاي نخرج 180. نكري ماكينة 250 ونخرج 180 ظروف. مشيت رجعت، مشيت رجعت، رجعت الكاظي عرفت اللي جابوني للسبيطار. خذوا لله في سبيل الله، ما طالب شيء، لا ديار لا شيء، ما حد شيء، ما طالب حد شيء، طالب انفس انفس هكاو، ما طالب شيء انفس. ظهر اللي عنده انفس يأتي منه اي سير. ما نقدرش انا ناخذ 180 دينار كرني ابيض، عندي كرني ابيض نشري ماكينه من هنا مقابل السبيطار 250 دينار. اللي عشت هنا انا لازم نقول لهم حقيقه، علاش ماشي حقيقه؟ عباد قاعد تنور، أولادنا قاعد تنور، علاش مش حقا؟ أنا تعدى عمري، أنتم تردوا باكم، أنا عديناها ما مسكت على روحي، أنتم تعدوا المال اللي زدتوا حاجتكم بالدنيا، قدامكم يا رسول الله، شوريتوا من الدنيا؟ شوريتوا من حد شيء؟ يرحم والديك، يرحم والديك، يرحم والديك، قولوا ما انقذوني مكين لله بسبيل الله. والله عيد استثنائي بالحق، وان شاء الله الله لا يعيده بالنسبه لنا نحن في الموقع هذا في الوعد. الوالد والوالده مرضى اليوم وجبتهم يعدوا ان شاء الله لاباس. يعطيه الصحه الاطار الطبي بصراحه، جنود تعبه ياسر وبارك الله فيهم، تلقى كان الاستقبال الحسن ويرحم والديهم، وان شاء الله ربي يسترنا ويبقى علينا ستر وينحي لنا الوباء هذا اللي متعب العباد. اليوم العيد يفترض برشا ناس مش باش تطلع على بياتهم الغلب الغلب في الوضع هذا، لازم الناس كل تبدا متفاهمه وتبدا تعرف كل شيء وتاخذ احتياطاتها من المرض ذاك. تشوف واحد ما يدريش على روحه، الناس كل ما بها اليوم تبعد على من غير ما يمشوا حتى بالتليفون يزي في البرد. وين الفرحه نتاع قبل ولا ما ولا الواحد الا انه شيء اقوى من شيء، يلزم الواحد يحتاط وكاو، وان شاء الله ربي يبعدوا علينا الوباء والاعياد الاخرى دي ما شاء الله تكون خير. بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه على جيدكم وطلتكم على العباد ويرحم والديكم. ماذا بينا يتلهوا اكثر حاجه بالاطار الصحي ويجندوا كل شيء للصحه بصراحه، لانه الصحه هي اكثر حاجه في الحياه. اي حاجه تنقص نجم تعوضها الا صحتك، راك ما تنجمش تفقد العزيز عليك، ما عادش تنجم حاجه اخرى باش تحرر لك في الدنيا دي اكثر من العزيز عليك. وربي يسترنا وان شاء الله ربي يعيشنا وان شاء الله تعاد اعياد من خير منك. نحب نتوجه بنداء إنساني لكل المواطنين ولكل الأهالي، رأي صحتكم أغلى من الفلوس، رأي صحتكم أهم من المسوار اللي نجم يصور الواحد في نهارين ثلاثة ديالي. راهو معناها الحجر الصحي راهو معناها حالة وعي يلزمها تعم على الناس كلها باش نجموا نكسروا معناها حلقات العدوى في ولايتنا. راهو معناها أمي وأمك وأختي وأختك وولدي وولدك هم اللي قاعدين معناها مسوسين في الحكاية. الله يفضلكم والله يبارك فيكم، حاولوا كيفاش معناها تعملوا التبع الاجتماعي، حاولوا كيفاش معناها فهمتني ولاد نلتزموا بأبسط قواعد الحماية والوقاية. جنود الصحة الله يبارك لهم معناها، من أطباء من ممرضين من حراس من منظفين من نظار، الله يبارك لهم قاعدين مجندين ليلا نهارا في خدمتكم بالإمكانيات الموجودة بالإمكانيات المتوفرة. نحب نقول لكم للوضع معناها مازال متواصل حرج، وللأسف معناها فهمتني كما قلت لكم معناها نسق العمليات القبول ووتيرة معناها العدوى معناها مازالت ما انخفضتش، اللي كنا نرجو ان الله سبحانه وتعالى اللي هي تتراجع للاسف. نتوجه لكم بنداء انسان الناس كل بربي، حافظوا على ارواحكم، استحفظوا على صغيراتكم، استحفظوا على الكبير عندكم في العيله، راهي تو ازمه وتتعدى، وراهو معناها الرزق والقسم متوكل به ربي، معناها مش باش تحبس معناها الليمات هذه. خلينا نحاولوا نكسروا حلقات العدوى، خاصه انه معناها للاسف معناها النوعيه الجنوب افريقيه والنوعيه معناها متواجده بقريب عنا في ولايه نابل، معناها تم اكتشاف معناها النوعيه هذه مش بعيده معناها على القروال. بربي يفضلكم خاصه مع العوده المدرسيه نتاع نهار الاثنين، حاولوا كيفاش تحميوا صغيراتكم، حاولوا كيفاش تحميوا ارواحكم. راهو معناها امر الرزق راهو متوكل به ربي، راهو امر الرزق معناها مش مشتوفة الدنيا كي الواحد معناها مش يحاول معناها باش النهار والنهارين يسكر ويحاول باش يحمي روحه ويحمي عائلته. هذا معناها ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله سنين دائمه، وان شاء الله ربي يفرج على المؤمنين كلها، وان شاء الله مع بعضنا تتكاتف الجهود كلها معناها باش نواجهوا الازمه هذه واحد كذا.